السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. لو بتفكر في السلتا أو ناوي تاخدها يبقى الفيديو ده ليك، ولازم تعرف العشر حقائق دول عن السلتا عشان تبقى عارف بس أنت داخل على إيه. أول حاجة معانا لازم تعرفها إن أنت لو خدت السلتا دي ممكن تشتغل مدرس إنجليزي في أي مكان في العالم، مش بس كده لأ، وبمرتبات عالية جداً. تاني حاجة لازم تعرفها ان انت بتحصل اثناء الدورة على 6 ساعات ممارسة فعلية في فصول دراسية حقيقية، يعني المدرب بيساعدك تعمل lesson plan لدرس معين وبيخليك تدخل فصل حقيقي في طلاب وبتبدأ تشرح الدرس. النقطة التالتة وهي ان المدرب بيبقى قاعد معاك في الفصل وبيقيمك تقييم مستمر، مش بس كده لا، وبيقوي عندك نقاط الضعف اللي محتاجة تتقوى. النقطة الرابعة معانا أو الحقيقة الرابعة إن السلتا مش متوفرة على الإنترنت، بمعنى يعني ما ينفعش تاخدها أونلاين، لازم أوفلاين، بمعنى برضه لازم تكون في الكلاس أو في المكان اللي الناس بيدرسوا فيها السلتا. طب ليه لازم أوفلاين أو تروح المكان اللي بيديك السلتا؟ لأن الأساس فيها الجانب العملي وليس النظري، يعني لازم تكون هناك علشان تعرف تطبق اللي انت بتاخده. الحقيقة الخامسة معانا ان مدة السلتة شهر كامل، والمحاضرة الواحدة ممكن توصل ل6 ساعات، يعني لازم تفرغ نفسك شهر كامل ما يكونش وراك اي حاجة علشان تاخد السلتة وتبقى متفرغ لها كامل وتستفيد منها الاستفادة القصوى. طب ليه المحاضرة 6 ساعات؟ لانك اللي بتاخده بتطبق عليه فورا، وتقييم المدرب زي ما قلنا اللي بيدربك بيتقلك على طول، ودي من اهم نقط قوة سيلتا ان التقييم وتقوية نقاط الضعف فوري ومستمر. الحقيقة السادسة معانا ان لازم عمرك يكون 18 سنة فما فوق، وفي بعض الدول لازم يكون عندك 20 سنة، يعني لو انت اصغر من كده ما ينفعش تقدم عليها، واعتقد ان مفيش حد في سن 18 او حتى 20 ممكن يفكر فيها. الحقيقة السابعة معانا اللي هي مصممة لتعليم الكبار، يعني لو انت بتاخد السلتا عشان تعلم اطفال صغيرين مش هتفيدك كتير، لان هي مصممة اصلا ازاي تتعامل مع الاعمار الكبيرة والكليات مثلا او ثانوي مثلا اقل حاجة، والمناهج او الطرق اللي بتتدرب عليها هناك مش للمناهج الوزارية بتاعت الاعدادي والثانوي وابتدائي وكده، لا، المناهج اللي بتتدرب عليها ازاي تعلم شخص لغة يتكلمها ويفهمها وتشتغل معه على المهارات اللي هي reading و writing و speaking و listening، ازاي بتطور المهارات دي، ملهاش دعوة خالص باللي بناخده في المدارس الا اذا كانت مدارس لغات او مدارس international بتعلم بالطريقة الصحيحة. الحقيقة اللي بعد كده ان سعر السلتا في مصر اعتقد اللي هو 28,000 جنيه، وبتختلف طبعا من دولة لدولة، بس اعتقد ان هي في الرينج ده في مصر. الحقيقة التاسعة بتقول ان ما ينفعش تاخد السلتا دي الا من المجلس البريطاني او المجالس البريطانية التابعة لجامعة كامبريدج. طب واحد يقول لي طب ما في معاهد ومؤسسات تعليمية ممكن تاخدها منها، اقول لك اه ماشي بس قليلة جدا، والمعاهد دي لازم تكون حاصلة على الرخصة من المجلس البريطاني اللي هي تدرس السلتا، ومش كده وبس، وطبعا المعاهد دي بتخضع لمراقبة وشروط صارمة جدا عشان طبعا سمعة الشهادة والمكان، يعني من الاخر مش اي معهد ممكن يترخص له ترخيص سلتا رسمي. الحقيقة العشرة والاخيرة معانا ان لازم مستواك في الانجليزي اقل حاجة يكون C1، لان فقد الشيء لا يعطيه. انت لو مستواك في الريدنج او الرايتنج او الليسننج او السبيكينج وحش مش هينفع تاخد السلتا، لان انت بتاخدها عشان توصل للناس معلومة وتعلمهم لغة، لو انت ما عندكش اللغة دي فاكيد مش هتعرف توصل حاجة هي مش عندك اصلا. طب واحد يقول لي طب ما هي زي التفل بالظبط، اقول لك لا، في فروق كتير جدا. لو عايز تعرفها اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو الجاي لما نزله على طول، لان ما ينفعش اقولها في الوقت الحالي عشان ما طولش عليكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تسجل اعجاب، ولو تعرف حاجة تانية عن السلتة ممكن تفيد المشاهدين اكتبها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.